وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره كابتن مجدي عبد الغني. كابتن مجدي مساء الخير على حضرتك يا كابتن. اهلا بيك يا محمد، ازيك؟ تحياتي يا كابتن. يعني انا دايما بقول وجود حضرتك ووجود كابتن حازم امام نجوم كبار في اتحاد الكوره اكيد بيبقى ليه طابع ويبقى ليكوا نظره معينه في تطور الكوره المصريه بشكل كبير يا كابتن مجدي. اكيد طبعا اكيد، لكن للاسف الشديد لسه احنا مش عارفين نحط فكرنا الكروي زي ما احنا عايزين بشكل كبير، لان في شويه عوائق بتمنعنا في الاتحاد المصري كرة القدم في الحقيقة، وده أنا بقوله لك على الهواء مباشرة. ده يعني صراحة من حضرتك بشكل كبير كابتن مجدي يعني. طبعًا، لأن في للأسف الشديد أنت بتتعامل مع عقليات مش هي اللي بتقدر إنها تساعدك في إنك أنت تحقق المردود اللي يقدر يفيد الأندية المصرية، يعني مثلًا على سبيل المثال بيان اللي صدر من الاتحاد المصري لكرة القدم أنا ما أعرفش عنه حاجة، أنا قريته زيك. والله معقولة يا كابتن؟ والله ما اعرف عنه حاجه. اول ما انا لسه قريه دلوقتي من شويه وعايز افهم، يعني بطلع بيان ليه ااكد فيه على خطاب انا بعته، يعني يعني انا الا اذا كان الخطاب اللي انا بعته يا اما مش مفهوم يا اما غلط بالظبط، فبطلع ليه بيان ااكد يعني البيان اللي انا بطلعه. والله انا مستني الباشمهندس هاني لما يجي، انا سامع ان هو مسافر. لما يرجع بالسلامه ان شاء الله يبقى لنا لقاء ويبقى لنا اجتماع، لان ما يحدث في الاتحاد المصري كرة القدم لا يعجبني ولا يعجب أي حد بيفهم في كرة القدم يعني. طيب خلينا كابتن أكلم حضرتك، يعني حضرتك بتتكلم إن في جواب اتبعت قبل كده بالنسبة للأندية بخصوص الأجانب الأربعة، يعني ده صحيح ولا أنا غلطان يا كابتن؟ بخصوص طبعا تواجدهم كتلاتة. لا هو ما اتبعتش، هو أصلا كان الموافقة على أربع أندية وأن يشترك ثلاث لاعبين فقط في المباراة. وان الانديه بعد كده يعني مش الانديه بعد كده، الانديه فهمت خلاص ان هم لما هيبقى في اربع لعيبه ما هو الرابع دوت لازم هيشترك، امال بس هيلعب يعني. وانا جايبه بمبالغ كبيره، انا بشتري لعيبه عشان احطه على الدكه ولا بشتري لعيبه عشان اعمل بيه ايه؟ مش فاهم انا. مظبوط. ولا بشتري لعيبه عشان احطه احتياطي؟ طب اشتري ليه اصلا؟ طالما اشتريت يبقى انا عايز العبه، على الاقل يبقى بديل عندي محطوط على الدكه، ينزل مكان واحد اجنبي يا اما ألعبه من أول مباراة. مظبوط يا كابتن. أنت واخد بالك؟ فإحنا بما إننا ما سمحناش بإن أربعة يلعبوا الموسم دوت وقلنا إن ثلاثة بس اللي يلعبوا. في حين إن الناس قعدت قالت لك السعودية ستة، بقت فيها ستة أجانب دلوقتي. مظبوط يا كابتن. أنت واخد بالك؟ إحنا ما بنتكلمش إلا على ستة، وبعدين الناس اللي بتقول لك إيه طب واللعيب المصري يروح فين؟ طب ما إحنا مانعين الحارس المرمى. وكل الناس محترمة الرأي وشغالة طبعًا على الجزئية. لا 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 لا، غير كده، غير احترام الرأي. طب إحنا عندنا الحضري عنده 47 سنة ولا 46 سنة وبيلعب هو لحد دلوقتي، ما طلعناش حارس جديد يعني. يعني موضوع إنك أنت ما تجيبش حارس أجنبي، ما أفرضش حراس جديدة إيه؟ ما طلعش لعيبة تقف في منتخب مصر يعني. يعني يعني مش فاهم أنا يعني برضه، يعني إنجلترا كده إنجلترا ما تروحش كأس العالم خالص بقى ولا تلعب في تصفيات أوروبا. بيلعبوا 10 وبيلعبوا في ايطاليا وفي الحته دي وفي اسبانيا. بيلعبوا 7 و8 و9، الكلام ده كلام رأي يعني، كلام لا يفيد وكلام مش هينفع كرة القدم. وكلام بص طب معلش يا كابتن مجدي، يعني حضرتك انا بس هقول لك حاجه يا محمد. اتفضل يا كابتن. اتفضل يا كابتن. عمرك ما هتخلي الضعيف قوي. استحاله مهما عملت. الضعيف هيفضل طول عمره ضعيف والامكانيات ضعيفه، عمره ما يقدر يوصل في كره القدم. كره القدم هي عباره عن امكانيات. صحيح. من يملك الامكانيات يملك البطولات ويملك الجمهور ويملك اللعيبه ويملك كل حاجه. كابتن يعني النهارده بورتو لما ملكت الامكانيات بقت تنافس بنفيكا، اللي هي كانت اللي هي اصلا احنا الناس ما كناش نعرف حاجه غير بنفيكا، العالم كله ما كانش يعرف غير بنفيكا والجيبيا. بورتو لما ملكت الامكانيات اصبحت المنافسه لبنفيكا في البطولات وحصلتها في البطولات. يعني للاسف كلامك مظبوط يا كابتن. انا بس في نقطه يا كابتن هي بس اللي مضايقاني، ويمكن انا طلعت وانا بتكلم في الانترو، انا ليه في اللحظه الاخيره ببعت للانديه بقول لهم لا ده انتوا هتلعبوا بثلاثه وواحد بس، ليه مش من بدري؟ ليه ما يبقاش الجزئيه دي دايما في اللحظات الاخيره؟ هي دي النقطه يا كابتن مجدي اللي ممكن يعني برضه تتحسب عليكم يا كابتن مجدي كنجوم كبار زي حضرتك طبعًا. كابتن حازم امام مهندس انا بريده بقاله فتره طبعا. احنا انا معاك، احنا للاسف الباشمهندس انا بريده مسافر، فاحنا مش لاقيين، وانا ما اعرفش الجواب اللي اتبعت، ما فيش لا قرار مجلس اداره بيه ولا في حاجه. ما اعرفش الجواب اللي اتبعت والبيان اللي طلع ده دلوقتي، ما اعرفش هل هو عن طريق التليفون مع المهندس هاني ولا ايه؟ مش فاهم. انا يعني احنا قاعدين مالناش لازمه في الاتحاد ولا ايه؟ انا مش فاهم.
يعني البيان اللي يطلع ازاي يطلع بيان انا ما اعرفش عنه حاجه وانا عضو مجلس اداره اتحاد الكوره. ازاي انا ما اعرفش البيان ولا اتناقش فيه ولا اعرف ان البيان ده نازل ولا مش نازل. لا كلام بصراحه مش منطقي. كلام مش صح وكلام ما يفيدش كره القدم اكيد طبعا المصريه ولا, ولا 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 احنا الوحيدين اللي لعبنا كوره. احنا مش عارفين نحط فكرنا يا راجل. احنا مش عارفين نحط فكرنا في معوقات كتيره جدا. ايه المعوقات يا كابتن اللي ممكن بيواجهها كابتن مجدي عبد الغني كابتن حازم؟ ناس معوقات بقى ما نقعد نتكلم ما ينفعش نتكلم فيها في الاعلام للاسف. يعني هيجي وقتها اذا كانوا عايزين نتكلم في الاعلام بعد كده نطلع نتكلم. انما لو قعدنا على الترابيزه وما عرفناش نحل ده للاسف هنطلع نتكلم عشان احنا لينا جمهورنا ولينا ناسنا. طب كابتن مجدي حضرتك يعني جزئيه الاربع طب الحل بقى في جزئيه الاربع لاعبين وزي ما انت بتقول انت متفق معايا ان انا ما اروحش اشتري اربع لاعبين بمبالغ كبيره تجتمع تاني والانديه تجتمع تاني وتطلب اللي هي عايزاها تاخده. تمام يعني الانديه تجتمع تاني وتطلب زي ما اتعملت زي ما دخل مستشار مرتضى منصور وما كانش في رغبه في ان يبقى في اربع لعيبه وطرح الموضوع واتعملت اربع لعيبه عشان خاطر مستشار مرتضى منصور يبقى الانديه تقعد تاني. بس هو ده اللي انا بقوله. يعني كلام لحضرتك برضو لان البيان اللي طلع كابتن مجدي بيقول ان الانديه كانت اتفقت مع النادي او اتحاد الكوره على ما كانش الامور واضحه. الامور كانت اتفقوا على اربع لعيبه. ما الانديه كلها وافقت على اربع لعيبه واتحاد الكوره وافق على اربع لعيبه. اللي يلعب قد ايه؟ هيلعب ثلاثة. طب الرابع ده يروح فين؟ يبقى بره ولا يبقى جوه؟ هيبقى احتياطي ولا يشتروه الانديه تشترته؟ تطلعه بره تقعده في المدرج؟ يعني الانديه اشترته. انت خدت القرار، يا اخي خد القرار السنه دي باربع لعيبه وقول لهم السنه الجايه ما فيش اربع لعيبه. قول لهم السنه دي اربع لعيبه ويلعبوا الاربعه ويبقى واحد منهم احتياطي والسنه الجايه ما تعملش اربع لعيبه لو انت شايف ان اربع لعيبه بتضعف كره القدم المصريه. وبعدين انت بتلعب بمين؟ انت بتلعب بالمحترفين وانت عندك حد من المحليين بيلعب. صحيح. طب وانت عندك حد من المحليين بيلعب بالظبط. وانا عايز مفيش غير احمد فتحي. يبقى انت رايك يا كابتن ان زياده عدد المحترفين بيزود او بيرفع من الحاله الفنيه للدوري المصري اكيد. وده اعتقد ده من كلام حضرتك يا يعني. يا سيدي الفاضل كونه بيرفع من الدوري المصري لما تجيب لعيبه اجانب كويسه. بالظبط. لعيبه على مستوى عالي هتجيب لعيبه كويسه وتكتشفها وتكسبها تكسب وتبيعها وتكسب فيها ده شيء محترم جدا زي ما النادي الاهلي عمل. مع ايفونا ومع جاب ايفونا قعد معاه موسم وباعه باكثر مما اشتراه. هي دي صناعه كره القدم. صحيح. انا جايب اجاي المع اجاي وبعدين ابيعه قبل ما ميعاده يخلص لان انا لو عقده خلص ما هو الراجل هيروح اي حته ببلاش يبقى انا خسرت الفلوس اللي انا دفعتها. صحيح صحيح, صحيح. انت واخد بالك ما بتشوفش حد في العالم ولا برشلونه ولا ريال مدريد بيعمل الكلام اللي احنا بنعمله دوت. بنسيب اللعيب لحد ما يخلص عقده ونمشيه. احنا بنمشي اللعيب قبل ما عقده يخلص ونروح ندفع له الفلوس من غير ما يلعب حتى. يعني ما تعبناش اللعيب يروح يشتكينا في الاتحاد الدولي وياخد فلوسه. صحيح. طب هو ده اسمه كلام؟ لا طبعا كابتن. يعني ده اللي احنا بنتكلم عليه. ممكن وجود حضرتك وجود كابتن حازم مهندس هاني ابو ريده واكيد مجلس يعني اتحاد الكوره هدفه هو كره القدم المصريه بمنتخباتها بانديتها. ولكن طبعا الجزئيه اللي احنا فيها دلوقتي اعتقد انها يعني جزئيه بشوف انها فيها تخبط. كابتن مجدي اعذرني في ان انا بقوله حضرتك في ظل وجودك. لا 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 ده حقيقه. ده حقيقه اللي انت بتقوله ده حقيقه. ده اللي انت بتقوله ده حقيقه. بدليل التخبط اصدار بيانات مجلس الاداره ما يعرفش عنها حاجه ولا اعضاء مجلس الاداره يعرفوا عنها حاجه. ارسال خطابات في توقيت مش المفروض ان احنا نرسل فيه خطاب واخد بالك. لازم تدي يعني. طب معلش يا كابتن مجدي يعني كابتن مجدي عبد الغني نجم مصر وعضو مجلس اداره اتحاد الكوره مش لاول مره ايضا كابتن حازم امام مين اللي ممكن يدي يعني يصدر خطاب زي كده بدون علمكم؟ ما دي النقطه برضه. لا ما ده موضوع بقى هنشوفه بقى. ما في مدير تنفيذي عايزين نشوف المدير التنفيذي البيان ده طلع من عنده ولا طلع من عند مين ولا طلع منين ولا مين اللي ادى بيه تصريح البيان ده. والبيان ده لما قبل ما يطلع ليه ما كلموش اعضاء مجلس الاداره يقولوا لهم ان في بيان
هيطلع. لا الموضوع زاد عن حده بصراحة يعني، لو حد كان بيحصل قبل كده وأنا ما بعلقش، لا الموضوع زاد عن حد حقيقة يعني. كابتن نتمنى ان شاء الله ما يبقاش في اي تخبط، لان احنا طبعا داخلين على ماتشات مهمة جدا لمنتخب مصر. كابتن يعني طمنا بقى على المرحلة الجاية لمنتخبنا الوطني كابتن مجدي في ظل وجود حضرتك معانا. يا مستاهل يعني. يا مستاهل ان شاء الله طبعا. يعني النتيجة كانت مهمة جدا جدا، عندنا مباراة هي عنق الزجاجة مباراة الكونغو، بصرف النظر عن النتائج اللي هتحصل، انما مباراة الكونغو دي لا تقبل القسم على اثنين. صحيح. لازم نكسب يعني، نكسب. فان شاء الله باذن الله نحقق 3 نقاط وربنا يسهل، ويبقى مكسب مريح، ما يبقاش مكسب يا رب يا كابتن برضه على الحركرك زي اوغندا كده. احنا مش عايزين بقى المرحله دي نقعد فيها وقلبنا يقع، دي مشكله. لحد ما ربنا يسهل، لان ال3 نقاط يعني يبقى انت حطيت رجل في روسيا وباقي خلاص يعني كلام بسيط جدا. بس فربنا يسهل يا رب يا كابتن ان شاء الله. دايما كابتن مجدي عبد الغني حديث، حتى لو هو مش يعني مش موجود، وكلمه كاس العالم وكلام دايما حديث يا كابتن مجدي. مش عايز اقول لك بعد الماتش بيتكلموا على جول محمد صلاح، هي مصر كلها. ما هو ده ربك يا محمد. صح يا كابتن، هو ربنا. هو انا لما جبت جول، هو في حد من 90 لحد مثلا 2000 ولا 2000 وشويه كان بيتكلم على الجون؟ ولا حد كان جايب سيرته. بس شو. هو ربك الاخلاص يا ابني. انت طبعا طبعا يا كابتن، انت كنت لاعب من لما تخلص لازم ربنا يكرمك. صحيح يا كابتن والله، لما تخلص لازم ربنا يكرمك. انت اخلصت، انا نزلت شلت كفني على ايدي وحطيت الكره جون. ما اعرفش ان انا لو كنت ضيعتها كان زماني متعلق في ميدان التحرير دلوقتي. الكره الجول بتاعت محمد صلاح قدامي يا كابتن، جايبين لك كوميك على الفيسبوك بتتكلم بتقول والله اوف سايد عشان ما نروحش كاس العالم. تخيل بتاعت لا بالعكس. لا هو الناس متخيل ان انا مش عايز مصر تروح كاس العالم. مش عارف، انا مروح مصر كاس العالم هيفتح باب رزق تاني خالص. طبعا هم بيهرجوا يا كابتن، يعني يا كابتن مجدي وجودك دايما وخفه دمك. وبعدين خد بالك، هم هيروحوا كاس، هم ما راحوش كاس العالم غير اما انا رضيت بفضل الله عنهم. صح يا كابتن. ربنا يبارك. سنين طويله هم مش عارفين يروحوا. السنه دي انا عضو مجلس اداره الاتحاد الحمد لله. صح يا كابتن، بالتوفيق يا كابتن مجدي. يعني حضرتك من يعني اللاعبين والنجوم الكبار، وزي ما انت بتتكلم كده عايز تحط فكرك وفكر طبعا كابتن حازم امام، ويعني عايزين نتطور بشكل كبير في الكره المصريه. حضرتك كنت لعيب محترف، فبالتالي عايز جزئيه الاحتراف واللي حضرتك شفته تطبقه بشكل كبير في بلدنا، اللي ان شاء الله في وقت من الاوقات هنكون عندنا دوري محترفين، عندنا شكل مختلف للدوريات، الدوري المصري. ده اللي احنا نتمناه كابتن مجدي. يعني بشكرك كابتن مجدي شكرا جزيلا. طبعا نجم مصر ونجم النادي الاهلي وواحد من اللاعبين القلائل، ما فيش بقى يعني، هو واحد بس، هو كابتن مجدي عبد الغني اللي احرز في كاس العالم هدف طبعا امامنا على الشاشه كابتن مجدي عبد الغني، واللي بصراحه يعني بمنتهى الصراحه اتكلم دلوقتي وقال ان في تخبط في اتحاد الكوره بخصوص قرار ال4 لاعبين اجانب بوجود 3 بس في الملعب، واللاعب الرابع ما يبقاش موجود. ده في حد ذاته تخبط. وكابتن مجدي يعني بشكره على يعني وجوده معانا وبيتكلم بمنتهى الصراحه، واتكلم قال كمان ان مفيش قرار مجلس اداره بخصوص هذا الموضوع. بالتالي في انتظار المهندس هاني بوريده وفي انتظار الانديه انها تجتمع وتطالب بحقها بخصوص ال4 لاعبين الاجانب او المحترفين، ان هم يلعبوا بشكل طبيعي ويلعبوا اكنهم لاعبين. خلاص انا اشتريت لاعب يلعب بقى، خلاص مش محتاج ان انا اشيل واحد بره واخلي الـ3 ولا اشيل 3 واخلي واحد. الكلام ده اعتقد، وعشان كده كابتن سيد حفيظ النهارده كان طالع وبيتكلم بمنتهى الاستغراب والاستعجاب. خليني بعد الفاصل بقى، يعني طبعا زي ما احنا شفنا هذه المشكله وكابتن مجدي عبد الغني كان معانا واتكلمنا عليها، بعد الفاصل هتكلم بقى على الدوري الممتاز وانطلاقته والنادي الاهلي وانطلاقه المباراه الاولى ليه امام طلائع الجيش مع نجوم مصر كابتن اسامه عرابي وايضا كابتن محمد عبد الجليل نجم مصر ونجم النادي الاهلي، ولكن بعد الفاصل.